السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية شباب، تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الثلاثاء 18/10/2022، نحن الآن بسوق الغنم في مدينة معرة مصريين شمال سوريا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو يا شباب، في أخونا أحمد النبهان بده عيلة ترعى له الغنم بمنطقة زردنة، حوالي زردنة، فاللي يحب يعني تواصل معنا، رقم اخونا احمد موجود معنا، عنده حلال حوالي 150 الى 200 راس يمكن، بده عيله ترعى. ها غير شكل، ها اللهم صل على محمد، الله يجزيك الخير، الله يبارك فيك. على راسي والله، الله يجزيك الخير، شكرا لك، اللهم صل على محمد. حياك الله ابو، حياك الله حسن، اليوم حسن مفرع. اللهم صل على محمد، بزار على ذن الخرفان يا شباب. اللهم صل على محمد. ايش قد طالبين حسن؟ على ابو حمزه. ايش قد طالبين؟ ما طالبين، نبيع. ايش قد نبيع؟ 44. 44، اللهم صل على محمد. ايش قد تطلع وزن حسن؟ 47. 47 تمام. اللهم صل على محمد. لا 2 على ما زيد عنا العالم نص. 42 ونص على الكيلو. اي نعم، اللهم صل على محمد. ابو جهاد. شلونك عليه؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك. شيل مشان نجوزك. نجوزك النوم ما يصير؟ الله قام يدفع بهن 42 ليره تركي ونص يا شباب بالكيلو، اوزانهم 47 وشوي. ابو محمد، حيا الله ابو محمد. الله يحفظك يا محمد. ها ما تصير صحبه الا بعد كون. ها جليل صبر ابو محمد. الله يحفظك يا محمد، والله والنعم منك. تعال شو تاريخ البازار يعني، لان يا شباب اكثر البسوق هاي اوزانها. اللهم صل على محمد. ابو علي، ايش كانت كبيره هذيك تدفع بها شيء؟ شلون ابو حمود؟ السلام عليكم. اهلا ابو حمود، ابو نعيم الجار العزيز حبيبي، والله الله يسعدك. اللهم صل. اشكار الزينه هاي اللي عندك ايش قد قام يندفع بها كثير هاي؟ والله لسه ما دفع بها شيء. اللهم صل. لكن انت حد يقدر يقرب عليك ابو نعيم؟ حد يقدر يقرب عليه؟ هذا يجي ياخذ الزهره. اللهم صل. هاي المعابير ايش قد اسعارها ابو ابراهيم؟ ايش قد طالبين بيها؟ والله زينه، والله بضاعه زينه ابو ابراهيم. اللهم صل. ايش قد تطلع اوزانها ابو ابراهيم؟ خمسينات، الصلاة والسلام على رسول الله. ايش قد الطلب على مثل هاي اليوم؟ الطلب 5000. اي نعم، واقل من هيك تنباع ان شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة والسلام على رسول الله. ضرتها صاغ ابو، ضرتها صاغ مليون بالمية. اي نعم، مايلة كأنها ضرتها ميلان مو؟ لا اللي ما في شيء، صاغ سليم. اي نعم. ايش قد طالبين بها ابو محمد؟ يعني نطلب من الله 3000. 3000 ليرة تركي. مروحة سن. اي نعم. مروحة سن ب 10000 ميلان. مروحة سن كبر ولا كسر؟ كبر. ايوه مو كسر. عجوز. اي نعم. والله خشانته زينة هالعنز. خشانته ولحمته طبعا. يزاد. ايش قد طالبين بها ابو محمد؟ يعني نطلب 3000 من الله. والدفع؟ الدفع جايطينه 15. 1500 ليره تركي. والله الشرايه تبخس. تبخس الشرايه، دورونا الرخص. اللهم صل على محمد. الفطيمه الورديه ايش قد حق ابو محمد؟ الفطيمه والله جعلتوها 8 ونص. ودفعها؟ دفعها حوالي 5000. 500 ليره مين دفع بها؟ نعم. وانت تتفرج ورديه لساتها صغنونه. مواليد الصيف هاي. قيضيه. اي نعم. اللهم صل على محمد. كويس الخروف يا شباب، الصلاة والسلام على رسول الله. شجه طويل ورقبته طويلة وبيقع عام ما شاء الله. بلدي شقار وكاشف. طيب أربعة. ولكن خروف زين. طيب أربعة. يصير في حولية إذا الله راد. طيب أربعة. الصلاة والسلام على رسول الله. أبو أسعد إيش قد طالبين بهالخروف الحلو هذا؟ والله طالبين ب 25. إيش قد عمره أبو أسعد؟ خروف لسه عمره سنة يعني تقريبا. ما شاء الله ذانه، ما شاء الله حذانه طول. ممتاز الخروف. اندفع ب 2200. بس يصير في حولية. يصير في حولية كفحل بلدي ممتاز، ممتاز ما شاء الله. اي والله وقفته زينة، رجليه طوال، عظمه خشن، قعامه طول رقبة. ايش قد فاصلين وليش يا ابو سعد؟ والله 25 فاصلين. 2500. الصلاة والسلام. اي نعم.
يصير فحوليه شباب ما شاء الله تبارك الله خروف زين يصير فحوليه ما شاء الله كويس فحل بلدي خروف بلدي يصير فحوليه بس بده من الان اللي ياخذه بده يكرمه من الان عشان يخشن لانه لساته يخشن هنا سلام شلون ابو الفوز صلاه والسلام على رسول الله ما شاء الله تبارك حي الله حي الله ابو الفوز اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله ايش قد العدد ابو الفوز صلاه والسلام على رسول الله 19 نعجه وكبش 19 وكبش اللهم صل كويس اي نعم الا بطن بطنين وبس نعم انت بطول ما فيني الصلاة والسلام على رسول الله. نعم. خمسة والدات كل 10 كفاري. خمسة والدات وثمانية عشر. إيه. والباقي عشر عفوا الباقي عشر نعم. ما شاء الله خوش طليان حلوات والله. الصلاة والسلام على رسول الله ما شاء الله. هذا رمية اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله هاي فطيمة فطيمة احسن ما تكون خروف هذا خروف والله رمي طيب رمي طيب اللهم صل على محمد هذا بسرعة يتفرج اللهم صل على محمد ان شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله يا ابو الفوز عرني كله شوكولاتي اي والله كله مشقف تحت ما شاء الله اي نعم موزره كله موزره كيكاوي ما شاء الله كيكاوي اللهم صل على محمد صل على النبي كله كاكاوي الصلاه والسلام على رسول الله ايش قد الطلب ابو الفوز؟ والله الطلب 225 دولار وما زال اللهم صل على محمد ما شاء الله هذا 225 دولار وما زال هذا رمي الفحل هذا؟ اللهم صل على محمد هذا فحله اي نعم هذا ابوهن يا شباب هالكبش هنا هنا 225 وبيدا بس زين زين ها هذا يجوز يرمي على ابوه يجوز او كذا يجوز ابوه احسن منه كذا شيء هنا بين عجل بين احسن من مثل هاي احسن منه ده 25 وبازار شلون بيك من عجل احسن من الكبش وبازار اي الصلاه والسلام ممكن يكون هو مو يعني طالع مثل ابوه اقل من ابوه يكون ابوه احسن منه يرمي لابوه يعني احيانا تلاقي كبش عالي وخشنه زين ورمي مو زين ليش؟ لانه يكون ابوه مو زين. بس خشانه بس. بس خشانه. ضعيف تراه ما ما هو الا. ان شاء الله تبارك الله. النبي ما شاء الله. بضاعة نظيفة والله، بضاعة نظيفة وتستاهل. سنة ما شاء الله. اي نعم. الباقي كله عشر مو خمسة والدات والباقي كله اي نعم اي عشر راح ياخذ اللهم صل وسلم على نبينا محمد العشر كفالي نعم اللهم صل على كل عشر كفالي ما شاء الله تبارك الله ما اندفع بي شيء اليوم لسه ابو الفوز ها شوي اي نعم اللهم صل على عند ابو الفوز الشباب اللي له بين مصلحه بضاعه كويسه وتنجنى ايش رايك ابو رياض كويسه مو ما شاء الله تفتح النفس سن سن ايه نعم فحلها زين ولادتها زينه ما شاء الله غنم زينه الطلب ايش قد الطلب ابو الفوز؟ 225 225 هذا طلب يا شباب اي نعم اللهم صل على محمد يا الله اللهم صل الله يجبر ان شاء الله بضاعه نظيفه وحلوه ومرتبه وتنجنه شكاره وحده ما تنفي منه كل شيء تاخذها على البيت وهذا اي نعم اللهم صل على ما شاء الله شيخه هاي فتايه هاي شباب من الوجوه مبينه فتايه يعني صلاة السلام على رسول الله اشكاله زينه يعني اندفع بها 260 دولار والله خشانه ما شاء الله رجلين وقوام ما شاء الله هذا طليها مو؟ اللهم صل اي والله خشانتها زينه وصوفتها شراز ورجليها ما شاء الله جرد اي والله ضر ايش قد فصلتها ابو الفوز؟ هاي فصلناها 350 عم نسوم 400 فصلناها 350 عم نسوم 400 دولار اللهم صل على عم نسوم 400 دولار الطلب 400 وفصلها 350 واندفع بها 260 ايه 260 دولار يا شباب هاي الغنم هي اللي تحرك السوق يا شباب اللهم
وسلم. 200 جنيه شباب الصلاة والسلام. اذكر الله يا اخوان والله يبضاعة زينة ما شاء الله. 200 جنيه يعني. الله يعطيك. والله الله يعطيك. اخونا ابو محمد النعيمي قام يدفع 260 دولار فيها. الله يعطيك. الله يعطيك يا ابو. الله يعطيك. الله يعطيك. بضاعة نظيفة والله. بضاعة نظيفة ما شاء الله خشانة. شوفه ضره طلي هنا يا بركان هاي بدا فحل احسن منها كله 75 حاجه طيبه والله كله 75 يا ابو الفوز هاش تحت اشتريت 75 قلناها الصلاه والسلام على رسول الله قضيه 275 يا شباب ابو محمد متسبب يعني بايع شاري يعني ما راح 275 لا تخجل ابو محمد والله دفعته زينه الزلمه قاعد يدفع دولار شو لك بالتركي والسوري هنا يشتري ذهب الزلمه الله يجبرك 3 ربع الله يجبرك 3 ربع اشتريت 3 ربع اشتريت 3 ربع الله يبارك يا بركان الله يبارك لك الله يبارك لك 260 الله يبارك لك تسوى شباب تسوى 300 يعني الرجال مربحوا ان شاء الله مربحوا فيها والله بالبيئه والله يا حج محمد غنمة جملان الصلاة والسلام على رسول الله وغنمة جملان ابو الفوز غنمة جملان انا من عيمي انا ومن جملان هذا ليش الجملان مو نعيم روح اكلت لك نطحه والفوز ان شاء الله يا شباب هاي عملاقه هاي اي والله ان شاء الله نعجب قد شبش قد شبشين يا ابو الفوز الجملان نعيم ترى الجملان عشيره من نعيم اي نعم الصلاه والسلام على رسول الله انا بعرفهم صاحب نعيم اي نعم بس هاي الصوره هاي مش اشوفها العالم والله ما شاء الله عملاقه عملاقه هاي ايش قد سنه ايش قد سنه هاي هاي ايش قد سنه ابو الفوز؟ ها؟ هاي هاي اي هاي هاي؟ ايوه والله لازم تقدرها اللهم صل نعم ما كبيره والله كويس اللي. والله عملاقه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عشار مو عشار؟ الصلاة والسلام على رسول الله ضخمة ده يا شباب قد الشبش الصلاة والسلام على رسول الله الله يرزق صاحبه ويبارك له ما شاء الله تبارك الله احسن الخالقين اي نعم ايش قد طالبين بينا ذنب الفوز؟ ثنتين هذول الجوز؟ ايه 800 دولار حقوها لا والله 1000 والله وزياء 800 وهاي الحالة هاي الحالة 800 هاي هاي الحالة 500 ضخمة ما شاء الله هاي هاي بستان ابو الفوز ايوه مبينة مبينة يا اخي منطي حالة ما شاء الله وقفتها قدام الكاميرا ايه ما شاء الله الصلاة على النبي الصلاة والسلام على رسول الله مكفاه زين هذا الكبش ابنها إيه. هذا منها مو؟ ابن هذيك ابن الغربيه الصلاة والسلام على رسول الله ان شاء الله ما شاء الله سفينة ما شاء الله سفينة الصلاة والسلام الحليب ترى انا شفت اضرارهم ما بجيبوا له الصلاة والسلام على رسول الله والله سفينة ابو الفوز ما شاء الله هاي نعجها هاي اي نعم الصلاة والسلام ابو الفوز هاي بستان هاي اذا تلاقي فحل طيب خشن شو تريد تنطيك؟ بزري نعجي بزري بزري الصلاة والسلام على رسول الله ما شاء الله ضخامة راس عليه بالصيف 600 دولار مرتين يا جماعة ندفع بها 600 دولار 600 دولار بالصيف رحت لي على البيت مرتين اي نعم 600 دولار ما كان اللهم صل على ما شاء الله تبارك ما كانوا بهاللحم ولا كانوا بهالعشر اللهم صل على ندفع بين شيء اليوم ما ندفع بين لسه احنا سارين سروه ان شاء الله هاي غنم سوريا يا شباب هاي غنم سوريا دح ابو الفوز بالله بس خلص صفحتها تبين علي اي بس اللهم صل على بس تبين ارتفاعها ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ذاك الشيء ده ان شاء الله تبارك يعني هاي غنم سوريا الاساسيه اي نعم اي والله اي والله الصلاه والسلام خشانه ما شفت خشن منها يعني من من فترة زينة يعني ما شفنا بخشانة ما شاء الله تبارك الله لك يا شباب الصلاة والسلام على رسول الله ايش قد يطلع وزنها ابو الفوز؟ اكثر
أكثر أكثر إذا ما والله أنا أقول أكثر. الصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله. عملاقة يا شباب، نعجتين عملاقة. طبعا هاي أضخم، هاي راسها أضخم من راس هذيك، والاثنين هنزينات، وهاي عظمها أخشن من عظم هذيك. الصلاة والسلام على رسول الله ماشي. إن شاء الله إن شاء الله تبارك الله. قام يطلب بيها 500 دولار أبو الفوز الحالة بعشار. اي نعم، اي ما شاء الله تبارك الله. هاي زينة بس هذيك عظمها أخشن شوي. اللهم صل على محمد. هاي غنم سوريا الأساسية شو. هاي غنم سوريا الأساسية. الصلاة والسلام على رسول الله. اي نعم، هاي غنم سوريا. غنيمة تشوفونها صغار والشيشة ناعمة وكذا، هاي كلها خليط بغنم مثلا تركية ولا غنم هجين نجدي ولا هجين كذا، عرفت؟ الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. 1200. هات له شو عندك؟ معك وحده دولار خالي. والله يا حجي هاو دولار. قلت له لك عمي الدولار يا عمي. الصلاه والله يا حجي هاو بزرت دولار. يا هل غنم هاي اللي بعتها؟ نعجات بيته لا تجاره ولا نعجات بيته. حجي ذا حج عليها. نعجات بيته، نعجات ويسار. عم تشهد من العالم. لا 1200 دولار يجيب لك بقرة حق تحل ب 30 كيلو؟ وين؟ انا اشتري منك ب 1500. السوق مليان. 30 كيلو كفالة؟ نجمة بس ما فيها فلو. والله ما في، ما في وراها كل شيء. وب 1500. وين 1200؟ وين تلاقي بقرة حتحل ب 30 كيلو يا زلمة؟ الفلوس شاطرين بالتأكيد. اي شاطرين في في عجب 600 دولار؟ ايوه صح. غير حبينا تنتهي ب 1100 دولار. بضاعة خشنة وزينة وطيبة يا شيخ. انا ما بنكذب، انا عزة من السدن. الصلاة والسلام. تعال هون، انا ما بكذب. كان طلع 1100 دولار. لا في في لك شو ما في، في نعجب 1000 دولار. من هاي البضاعة اي نعم. قد نصه كمان. نعم. هاي البضاعة تستاهل ابو الفوز، لما قلت 500 دولار ما سمت سومة عالية. ايه؟ اللهم صل على النبي. صل على النبي ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يجعل حق الزيارة. الله يسلمك يا ابو. ماشي. ان شاء الله تبارك الله. ضاعة. صعب وزير. قرار الحرير عمي. بس هذا الفوليوني اللي باخو بقرة. قرار الحرير والله. اشوف فينا عجب 500 دولار. ايه ما زين. اما 500 دولار شغلة كبيرة. حق وحدة. يا براكان بده 1200 دولار. يا عراسي عراسي يا براكان. سلام الله حي حي ابو فيس. السلام عليكم. دلال من زمان ما مرينا عليه شباب، اشتقنا له. الله يسعدك ابو محمد، شلونك شو اخبارك؟ الله يحفظك. الخرفان ايش قد قام تسوي محمد؟ والله الخرفان خرفان وصلنا 13 يعطوني 11. الدفع 1100 بس. اللهم صل على محمد. وفاصلها ب 1000 1200. وهذا الكبش هذا اصبحنا واصبح الملك لله. اي نعم. ايش قد طالبين به ابو محمد؟ والله هذا طالبين 35000. 3500 والدفع؟ اللهم صل على محمد. قيمة لحم اللي هو انا لحم لحم موزن بس انه على حجمه يعني بس. اللهم صل على محمد. الله يجزيك الخير يا ابو محمد حبيبي، الله يرزقك ان شاء الله. عندك قبل ما نروح من عندك نشوف هاي. اللهم صل على محمد. ما شاء الله هاي نعجه بلديه خشنه. فطايم اثنين مو فطايم اثنين ابو محمد؟ توم وراها توم. 3500 اقل من 200 دولار طلب. قام يندفع بها 2500 ليره. والله خشانتها زينه وضرتها ما شاء الله. ضرتها زينه وراها فطيمتين ما شاء الله. فطايمه شبعانات وامور زينه والله. فطايمه زينات ابو محمد والله. 2500 ما شاء الله تبارك. مثلا شباب هذنا اللهم صل على محمد صار لنا ب 4000 ليره تركي ما انباعن. طلب بهن اندفع بهن 4000 ليره تركي. 2000 هاي بس نزلت البضاعة هي اللي راح تحرك السوق إن شاء الله. الغنم الولد والحطيط والعشار. الآن إحنا صرنا أواخر شهر 10 يعني ما شاء الله تبارك الله. هاي غنم بلدية إدلبية يا شيخ قرى. قيمة لحم أبو جهاد ها؟
شقد طالبين؟ 4000 اثنين. الدفع 35. الصلاة والسلام على رسول الله. اي نعم كويسات. ليش هيك فاضيات؟ اي نعم. لا لا كويسات والله خشان عندي زينة. لولا عشار احسن والله. اي نعم اللهم صل على الله. اي والله. صارت ب 700 ليرة تركي. 700 ليرة. الصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. اي نعم قيمة لحم. اي نعم. هذن المين هذن؟ ابو السيف محمد سمير الحميد. على راسي يا اخوي محمد. الله يسعدك. ابو جهاد الداتسون هاي لك ولا لا؟ لا والله هاي لعامر شريف. هاي قديمة. هاي لابو حسين هاي الداتسون؟ والله ابو حسين اي هاي تعتبر ذهب قديمة والله. الله ينصرك. تبيعها؟ ها؟ تبيعها؟ تبيعها. ايش قد طالب بيها؟ طالبين من 1200. 1200 طبعا نظامية. نظامية. شقد موديل؟ شقد موديلها؟ 77 عليها مازدا ار 2. اي نعم. على المحرمة. جبارة تشتغل تشيل. على المحرمة. اي نعم. اي نعم. نزل محركة جديد كذا. جديد. دواليب جديدة. موتور جديد. صاج جديد. كله جديد. اي نعم. 1200 دولار. 1200. ونظامية. ونظامية والشر الراعي. نعم. يجي مع الشر نسوي له. على راسي. والله أنا أجي مع الشر. الله اللهم صل على محمد. حيا الله ابو احمد الله يسعده. شغال البازار على الفطايم. ايش قد طالبين بين ما شاء الله؟ طالبين 11. 1100؟ نعم نعم. والدفع؟ والله الدفع يا اخي ما شرب. مو على الكيف. قلوبهم باردة. الشباب بردانة شوية يعني ولا شنو؟ اي برد اي والله. الشباب ميل العقل بردانة والله. اللهم صل على محمد. الله يرزق الجميع. فطاي مشى. أين؟ أين؟ الدلال فصل 900 صعب نريد 1100. الله يرزق الجميع. المصريات هي ما عندي عمر على قدها. الله يرزقك والله. الله يرزقك يا عمي. الله يرزقك. الصلاة والسلام. 1600 مع المراعاة. هاي ايش قد سايمين ابو؟ والله سايمينها 18 طبيب من الله. 1800 والدفع؟ الدفع دعي كاشو دعيتون والله عشار كذا. عشر بومن غنم كاش بومن الحمراء. هاي الحالة ايش قد ابو؟ الحمراء الحمراء. قبل لي هاي 25 الحالة. قبل لي هاي يلا. عشار مو عشار؟ عشرة من كثرة. اي نعم. وما ندفع بها الحالة شيء. والله يعطون حالة 17. الصلاة والسلام على رسول الله. حالة 17. الصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله تبارك. يلا جيبها جيبها جيبها. شلون ابو احمد؟ السلام عليكم. شلونك شخبارك؟ الله يسعدك. شلون السوق عندك؟ اللهم صل على محمد. ايش قد صارت؟ 38. نقد يا شباب. هالخرفان هاي. هالخرفان هاي. 38 ليرة نقدي. وهسه نشوف اوزانه. حياك الله عمي. بعته ولا اشتريته انت؟ بعته. الله يرزقك. الذهب انباع. انباع الذهب مو؟ باع الذهب. ما بي ذهب وانت موجود. راحت راحت خلطت. الصلاة والسلام على رسول الله. هسه راح تتوزن عند اخونا ابو احمد. بعت متوه اخته نفس الملكه. نعم. الصلاه والسلام على النبي. يلا على القبان. يلا على القبان. ابي اطول بخامي خشني 41. انا خشت كلام بخامي خشني 41 سنه ب 43. اي نعم. اللهم صل على محمد. يا الله يا رب. حتى 4 4. حط 5 5 5 5 5 5 5. شمال تزعج هندامي. يلا نزل يلا نزل يلا. يلا اخوي ثواني دقيقه. هذا لنا 5 ابو احمد. 115. يلا نزل يلا. ايش قد كسر انا ابو احمد اول وزنه؟ 115. 4 روس. 4 روس 115. ماشي. اي نعم. الصلاة والسلام على رسول الله. اي نعم. هاي اسعارنا يا شباب عند اخونا محمد اليوم. اشتريت مناف شوي اشكال. هاي اخذ فروج. فروج. اي نعم. هذا مقبل. هذا مقبل. ايش هذا؟ يعني بطن صحيح. هذا يعني ايش؟ شيلو. الصلاة والسلام على رسول الله. عندنا مقبلات من الشوارع. اي نعم. يا بسيم تبع الظروف اسحب له مرتين يلا.
ثمان العجات ابو عمر. اين قيمة لحم؟ 1500 طلب. فصل 1500. والدفع؟ 1150. اي نعم، مو ما تنباع بهالاسعار. بيع يعني كسر له 25 ورقه بس. بس. الطيبين كرامه يعني. الله يسعدك. الله يسعدك يا ابو عمر. اللهم صل على، اللهم صل على. كل 10 على 4 شهور. 10 ها؟ 10 على 4 شهور. اي نعم. انا كباله على 4 شهور. اي نعم. عشار. عشار 4 شهور. بلدية. ايش قد فصل ابو عمر؟ 2000. والدفع؟ دفع 13. 1300. ايش في الناس قام تدفع ب اللهم صل على هذا الشمس كوشر يا هذا كوشر. اي نعم هالناس قامت ما قامت تدفع على الكيف. هذا كوشر شو الجزيرة يا اخوي. اي نعم الصلاة والسلام على رسول الله. ايش قد طالب به هذا؟ طالب به 37. ارطل هذا ها؟ طالب به 37. اي نعم. والدفع تعطوني 3000. 3000؟ نعم. هاي قيمة الحمو هاي؟ يا ابن عمو. فصل 800. اي نعم. 1500 اللي ابو سليمان الله ربحه. 900 ترى. 500. من اشترى؟ 900 من اشترى؟ بلاش شباب. اكثر شوي ابو سليمان اكثر شوي. زودها شوي. لا. قال ولد عمي. 5 ونص. 7 ونص الله ينصرك. والله 7 ونص الله ينصرك. 8 ما بيحا. 8 ما بيحا. 7 ونص ما بيحا. 800. يا ابن عمي 4 × 8 = 32 وبلا 131 ما لنا البيع ابويا. اي نعم. السلام عليكم ام محمود. هلا هلا. شلون محمود؟ هاي عندك الخرفان؟ اللهم صل على محمد. ايش قد تطلع وزان ابو محمود؟ ستة وثلاثينات. صلاة وسلام. شقد طالب يا ابو محمود البضاعة هاي؟ 1600. وفصلها؟ امين دفع فيها شيء؟ لسه ما اندفع فيها شيء. الله يجزيك الف خير. هذا الشبش هذا عندك؟ هذا البازار الماضي شفناه عندك مو؟ 42 بالكيلو. اندفع به 42 بالكيلو. واليوم؟ ما جاب شيء. شقد فاصله؟ 42 ينباع ان شاء الله. ما الله هيا لك بعته المرة الماضية. ما اي نعم. لازم الواحد بس جاته رزقه يمشي يا اخي. اي نعم. اي نعم. الله يجزيك الخير ابو محمود. عشر كلها الصلاة والسلام على رسول الله. مدفوع بها 1300؟ 1300. وش قد فصلتها؟ ايش قد فصلتها؟ 1500. غنم بلدية 10 اشهر. الصلاة والسلام على رسول الله. وهذا الخروف هذا المحزم هذا؟ هذا 1050. 1050؟ والفصل نهايته؟ 1100. خلافكم على 100 ليرة؟ على 50 ليرة؟ أموركم طيبة. ب 22 الجوز؟ الجوز ب 2200. 1100. الصلاة والسلام على رسول الله. الله يجزيك الخير يا أبو محمود ويرزقك. الله يسعدك. جمعنا ب 21 الله يربحهم. يا ابن أختي. سمعني خايف. شلونك عمي ابو زياد الله يسعدك شلونك؟ 550؟ 550 550 ليرة تركي. 18 اعطونا 1800. 8 18. هو نفسه زلمة هذا نفسه. ايش قد فاصل العم ابو زياد اذن؟ 8 افطار. ايه 500 وصلنا ب 5 ونص. 550 ليره تركي. ايه 550 ليره تركي. يا ابو زياد انطونا يا ابو زياد. ما يزال الكل تحت ال 5 ونص ما بيع يعني يزال ال 5 سنين. ان الله يسر. اذا يصير مثال. اذا تصير وحدة مثال. 50 لتر عين واجرها من الاخر. نعم. نعيف لك من اجارها بس من حقها لا. 600 5 ونص جبار اول وحده واخر وحده. الشلاط على 11 بيان كل حمراء. لا عمي كل حرقه
داحق ما شاء الله داحق. خمسة وربع. يا أبو زياد. شريت نقلي لا. فرنك واحد لا. خمسة وربع. قرش واحد لا. نقلي لا. روح روح. زياد. خمسة ونص لا. الله يرضى. انباع. الله يجعل وجهنا خير على الجميع. انباعنا ب 550 شباب. هذا سوقنا اليوم يا شباب، الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. تابعونا وإن شاء الله راح نغطي لكم الأسواق بشكل كامل. رابط مجموعتنا يا شباب، مجموعتنا على الفيس، مجموعتنا على التليجرام، رابطها موجود بوصف الفيديو. أي نعم، الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية. مجموعتنا على التليجرام، مجموعتنا على الفيس، تلاقون رابطهن بوصف الفيديو أسفل الفيديو. الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية.